السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أي الأفاضل الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة ديال رمضان، ليلة الرحمة والمغفرة، ونحن في العشر الأواخر من هذا الشهر المبارك الطيب. فأني لقاء حق يعني قلما يمكن أن يتاح مع بحضور سيدي حسن ماستر شكرا كوتش سيبو، والمؤلف المعروف شكرا. على الصعيد الوطني والإفريقي والعالمي، فحفظ الله على الزيارة، ونحن متشرفون في مدينة أزرو باستضافته في هذه الليلة في هذا السمر التدريبي، السمر المعرفي، هذا السمر الذي نريد من خلاله ونحن مقبلون على دورة هذه الدورة التي سنعمق هذه الليلة الرؤية في جميع أبعادها في حضور خبير من طينتي ومن من صنف ومن عيار سيدي حسن أسوكا حفظه الله عز وجل. إذا نحن في مقر قرة الأعين والذي سيستضيف هذه الدورة، نغتنم الفرصة معكم أحبتي الكرام في هذا البث الذي نسأل الله جل وعلا أن ينفعكم به وأن يكون فيه نقلة نوعية في فهم أبعاد هذه الدورة التي تعتبر من الدورات المميزة والمتميزة والعميقة في التغيير، ونحن نعلم ذلك. فمرحبا مرة أخرى سيدي حسن شكرا أنت تو، في بارك مدينة الله فيك. أزرو في مركز قرة الأعين، فمرحبا بك بعد أولا. الله يبارك فيك، بارك الله فيك سيبو. نحن الحقيقة بغينا في السياق باش الترتيبات اللي راه قريبة، احنا عندنا في أواخر ما غادي نبداو البث الأونلاين باش يكون إن شاء الله الحضوري في ماي، فنبغيو حقا كمقدمة ما هي وما هي كينونة هذه الكلمة تي أو تي، يعني كيف قلت له تي أو تي، شنو هي شنو الدورة هذه، وأعطينا عليها ورقة تعريفية بسبب تكون خبيرا بها وقد شكرا سيبو، شكرا على التقديم الرائع. ما خليتي انا نقول هو اخي بوهو في هذه القضيه ديال تي او تي وديال التدريب. حيت تسمع تي او تي هي كلمه اللي هي انجليزيه واخدين الحروف الاوليه ترينين اوف ترينرز، يعني تدريب المدربين. حنا منين للاسف تلقوا مجموعه ديال الاشخاص عندهم واحد النظره على التدريب، بانه التدريب تيزاولوه الناس اللي ما عندهم ما يدار. لا، دي فكره خاطئه. تنصح مجموعه ديال الاخوان الاخوات، راه ماشي ما كاين ما يدار، كاين الناس اللي عندهم شغل ديالهم، وكاين الناس اللي خلاو شغل اللي في المستوى العالي ولقى راسو، تيلقى راسو في التدريب والف كتبه ودار ودار. وتنتكلم انا عن التجربه ديالي. علاش؟ اذا كانت ذاك الشخص اللي تيشوف وتينظر على ان التدريب فقط هي قدرتي انا كمدرب وقف وتنقول بعض الكلمات، بعض الجمل، سواء جمل اللي تتحفز ذاك الشخص الاخر، ولا بعض القصص اللي جميله على ديك الخشبه او المسرح باش يصفقوا ليا وينتهي الامر، ماشي هو ده التدريب. الناس راه غلط، انا ماشي هو ده التدريب. التدريب ماشي نتكلم ونقول معلومات تعرفهم الناس، ولكن اللي ما تيعرفش البرنامج ديال تي او تي، اللي برنامج تدريبي، راه بالاساس الاول ديالو والهدف الاول ديالو اخوانا اخواتي الكرام، مستمع الكرام، هو تندربوا واعداد المدربين الجدد، نيو ترينرز تنسموا حنا نيو ترينرز. علاش؟ حيت لانه هما بحاجه باش يتاهلوا وفق معايير اللي تتكونوا. وحنا دابا نشوفوا حيت الناس دابا الاغلب اللي تيدار في السوق هنا عندنا المغربي، تيدار الالقاء، تيدار شويه خطابه، الالقاء، تقديم العروض. ولكن فنون التدريب او علوم التدريب، يعني وفق واحد النمط اللي تيكون معايير دوليه، ما تيدارش تيدار. وحنا غادي نشوف واحد الفرق بيناتهم على الاقل، تنتقاسموا الفكره مع الناس. يعني سي حسن دابا اللي بغيت نفهم هذا الكلام، يعني التوتي من الغالب والشائع التداول ديال الناس في استعمالها، والغالب حتى بعض المدربين اللي دخلوا على هذا العمل على هذا الميدان ديال التنميه البشريه، انه فعلا نجد في الوسط ديال المدربين الجدد منهم حتى القدامى ان التوتي هذه تفهم انها في الالقاء، فهم الالقاء كيفاش يوقف كذا. فعلا جزاك الله كل خير على التصحيح. نعم، نعم مازال نجي نفصلوا فيه مرحبا. هنا ونتمم. حيت انا كمدرب عندي عده ممارسات، وباش ندوز للتدريب عندي تصميم الحقيبه التدريبيه. حيت حنا للاسف تلقاو ركاكه وتلقاو حشو الكلام في الدورات، ما تتبانكش الدوره متميزه، وذاك الشخص كما دخل الدوره تيخرج منها كما هي، لا شيء ما تيكسب. ولكن حنايا باش نخبروا الناس اللي بيدخلوا هذا المجال، اليس هذا المجال تشتغل فقط مع الناس اللي مهتمين بهذا الموضوع ديال تي او تي او تدريب مدربين او التنميه الذاتيه او كل شيء او كل شيء؟ ولكن راه هنا انت تدخل عالم التدريب، راه باش انت تستطيع تخدم مع مؤسسات، سواء وزاريه، سواء شركات، سواء مدارس، اللي تعتمدوا عليك انت كمدرب محترف. هنا فين تنقول
راه تي او تي هي ترينز اوف ترينرز، وهي راه من اهم البرامج ومن اهم يعني الدورات اللي تتحط. علاش؟ حنا باش واحد الاشاره نديرها للاخوان الاخوات الكرام، حيث اذا كان دوره في التواصل، دوره في لغه الجسد، هادو كنسمح هنا دوره يعني تثقيفيه، دوره يعني طلعتوا فيها معلومات، دوره تنويريه. اما حضور دوره تدريبيه تدخل مهارات، تتغير مجموعه ديال القناعات، يعني تعرف مجموعه ديال الاشياء اللي كاينه. تفضل سي بو. إذا هاد اللي فهمت من هذا الكلام والمتتبعين معنا في هذه الليلة المباركة، أن التو تي إذا هي بحال قلت واحد الجذع مشترك، ديال أنه فعلا يضم مجموعة فنون، مجموعة آليات، مجموعة مهارات اللي كتجعل الإنسان أنه حتى أستاذ، يعني فعلا وصح لي سي حسن، أن فعلا فعلا كالأستاذ في التعليم ديالو أو في العملية التعليمية التعلمية ديالو، إذا دار الدورة ديال التو تي الأستاذ دار دورة ديال التوتي، كيكون أقدر على التبليغ. أنا بحكم فعلا كنشتغل بالتعليم، أنا يعني ربما نتقاسم هذا المصطلح اللي احنا قريناه في جانب التعليم أو جانب التربية والتعليم، ديداكتيك. كلمة ديداكتيك كاين الأستاذ هو تخرج دار تكوين وخدا أفكار، لكن طريقة تبليغه للمادة وإيصالها للمتعلم وتصبح عنده كفاءات لذلك المتعلم، كنقولوا ديداكتيك الرياضيات، ديداكتيك الاجتماعيات، ديداكتيك كذا، وهي طريقة كيف يتعلم المتعلم أو كيف يجعل المتعلم يتعلم تلك المهارة. أليس هذا يعني فعلا القصد؟ فعلا هنا لازم توضيحات سي حسن. تحضر الدكتور اللي خاص بالتعلم السريع ديف ماير، اللي تيقول لك للاسف ماشي عندنا في المغرب، في المؤسسات كامله في العالم، قال لك كاين في المدارس اللي عندنا، عندنا قالب يناسب الجميع، قالب واحد يناسب الجميع، يعني تنقريو بنمط واحد. يعني كاستاذ انا هذا هو النمط المفضل عندي، هو باش نوصل المعلومه. هي ممكن يكونوا دوك المتعلمين منهم هذوك هما اللي تيستافدوا مني، ولكن الاخرين ما تيستافدوش. دونك هنا كيفاش ندور؟ وتنستحضرني تيقول لك كيف يعقل لما تيتعرف اي شخص، لما تيتعرف اي عندك واحد المحاضره، ولا عندك واحد المعلومه، ولا عندك واحد الفكره وتتشرحها، تيقول لك يستحسن نشرحها لواحد الطفل عنده 6 سنة و7 سنوات، الا فهمها كون على يقين تنتفع ممتاز. بمعلومه، ما فهمهاش عاود انت الاعاده في صياغه ديال المعلومه ديالك. احنا كنسمع المهارة سي حسن مهاره. ديال المدرب، اسمه مدرب. انا عاود سبحان الله في واحد الوقت فاش كنت مازال مبتدئ، نعم الحمد لله دائما احنا كنطلبوا العلم، دائما احنا كنقلبوا على دائما في الراحة تديك ديال تخرج من ديك دائرة راحة، دائما دائما مبتدئين. دائما مبتدئين صحيح. فاش كنت في الاول كنطلع التدريب، كنت كنستحضر ايام فاش كنت كنمشي للسيرك، كنشوف الذي يروض الاسود ويروض السباع والفيله، كنقول كيفاش وصل هذا المدرب، كيقول عن المدرب فلان كيقدمه فوق المنصه، مدرب السباع، مدرب النمور، الفياله، كذا كذا كذا، ولا لبعض الكلاب وبعض الحيوانات البحريه. فكنقول كيفاش وصل انه فعلا يجعل ذاك الحيوان يستوعب الكلام ديالو كذا، ما بالك هذا حيوان اصبح الانسان كيتسمى مدرب. فاحنا الانسان هو ارقى واكرم إنسان، اكرم مخلوق على وجه الارض. فالانسان في الاسره ديالو، في العمل ديالو، في التعامل ديالو مع الحياه، مع الشركه او في مؤسسه او كذا او كذا، يعني هنا اش كيوقع؟ كيوقع على ان الانسان كيخصو يكون عنده مجموعه ديال الاليات اللي بها يقد يمارس العمل ديالو باريحيه. فنزيدو سيدي حسن، يعني جبتنا دابا الان بلي ان هناك فرق بين الالقاء وبين كذا، وحنا دابا كنعمقوا ان التو تي تدريب المدربين هو شيء يعني ينتقل بك ليس فقط من طرف، يعني غير فقط القي كلمتك وامضي، ولكن الى فعلا اشياء اخرى، فعلا تعليم فعلا مهارات، اكساب يعني ايصال معارف، اولا ايصال معارف واكساب مهارات وتغيير او اصلاح اقتناعات. حيت حنا خصنا دورات مهاراتيه، حيت كيف يعقل مثلا تدخل تدير واحد الدوره اللي كامله تتكون مهاره، وملي تتصادم تدخل دوز فيها يومين 3 ايام 4 ايام، وهذا لا يكفي فعلا. حيت حنا فعلا راه كاننا، حيت كاين ناس تقول لك هل يكفي بانه ندوز معك 31 ساعه 40 ساعه يكفي باش نكون مدرب محترف؟ تقول لا، لا كذلك انك تتعلم واحد دير سياقات. حنا كاملين الاغلب اللي تيستمع لنا راه عندك بيرمي ولا عندك رخصه السياقه، صحيح. درتي واحد 30 ساعه ولا 20 ساعه ولا 16 ساعه، ولكن هذيك تدخل باش تكون محترف في السياقه، وعلى الاقل تكون غير تدير السياقه بواحد الطريقه اللي هي يعني مناسبه، ما دير حواديت، ما هذه ما هذه. دونك تيخصك ممارسه ملي شهر مورا شهر، سنه مورا سنه، يعني حتى تتعلم. راه نفس الشيء، حيت المهاره خصها تكرر مثال رائع في حق هذا، مثال ديال فعلا. السي وقع، مثال رائع.
دونك نفس الشيء حتى النساء دابا بتعلم انا واحد الوجبه بغيت نصاوب واحد الوصفه، واحد الوجبه ديال غدا ولا شي حاجه، دائما العمليه خصها تعاود، ما يمكنليش في الدقيقه الاولى في النهار الاول في الساعه الاولى. هنا استاذي سيبوه قلتي حيت نتكلموا على مهاره التدريب وفن الالقاء، لان انا تنلقى ماشي تنقولوا احنا لا فن الالقاء يساوي، لا فن الالقاء مهم، فالإلقاء والوقفه والخطابه يعني وتقديم العروض، حيت هذا الشيء اللي كاين ضمن التوتر. دائما تيؤدي تماما، حيت دائما تنتكلم انا على التدريب تنتكلم على علوم التدريب، حيت علاش؟ حيت كاين علوم التدريب راه كاين خطوات، مجموعه ديال الخطوات انا كيفاش نوصل المعلومه، راه من البدايه ملي تنقدم انا الفكره حتى تندير يعني التقييم ديال الفكره واش وصلت لما وصلت، وتندير المعيار ديالهم كاختبارات، يعني مجموعه ديال الاشياء عاد ممكن تنتقل للفكره الاخرى. كاين عرفتي كيفاش نحفز انا دوك الاشخاص اللي يدرسوا عندي ديك الماده كيف ما كانت، باش ينخرطوا معايا في العمليه التعليميه ويخرجوا 80% مكتسبين المعلومه والمهاره، وحتى مجموعه ديال القناعات اللي غيروها، يعني هما تيكونوا تركيبات في الدماغ، يعني تركيبات عندي معلومه قديمه دونك واش نعززها ولا نحتار معلومه قديمه ونحذف ديك المعلومه ونعطيها لذاك الشخص، يعني تتوقع واحد التركيبه عندك في الدماغ. لهذا ملي تنتكلموا على فن الالقاء، اخواني اخواتي الكرام تصنتوا لهذا الكلام مزيان، تتكلم على فن الالقاء، راه فن الالقاء فتيعتمد يعني اعتماد كلي على مهارات استخدام الصوت، التحكم في النبرات، الطبقات الصوتيه، كيفاش نتحدث انا كمدرب، كيفاش حتى نوقف الوقفه ديالي، يعني باش نوصل رسالتي، باش ندير جذب انتباه المتدربين. حيت ملي تنقول لك جاد ما ندخلوش في داك الشيء ديال الشو وتنولي ذاك ممثل مهرج مدرب مهرج او، ولكن ملي تنجي للتدريب كيفيه ايصال ذاك الموضوع انماط مختلفه، يعني وتنستخدم معايا مجموعه ديال الادوات اللي تساعدني على نجاح هذه الدوره. دونك علاش نقولوا حنا؟ حيت من خصائص ديال التدريب الفعال، وعندي انا تيكون عندي المعلومات، حيت تدوي راه كاين كول، كاين بلوم، كاين ماكارتي، كاين يعني كاين كان، كاين ماكيلاند، كاين يعني كيلر، كاين الناس اللي خدموا في هذا المجال، ومع الممارسه تتعلم اكثر واكثر، هو مازال ماشي سهل ولكن مع الممارسه. علاش؟ حيت انا تنقول ليه راه باش تدخل المجال المهني الاحترافي، تدخل الاداره، تدخل المؤسسه، تدخل حيت علاش؟ حيت انت كيفاش تدير التنويع في ايصال المعلومه المتدرب، كيفاش تدخل ذاك المتدرب ما يملش في العمليه التدريبيه اللي تكون عنده، كيفاش انا علاش؟ حيت راه موضوع ديال الالقاء، ديال الوقفه، ديال الخطابه، ديال كل شيء تيكون، حيت راه ليس فقط دوك العروض المتحركه ولا بوربوت، بوربوت راه هي عمليه اداه من الادوات اللي نحسبوها في التدريب مساعده للمدرب باش هو تيكلاسي في لي زانفورماسيون ديالو، ولكن للاسف تتلقى هو تيعتمد عليها وتيقرا منها، الناس تيعرفوا يقراوا وصافي، راه الناس غير يكون عندها وهذا، وهذه الحمد لله الناس اللي تيجوا عندنا تيكونوا اساتذه، راه تيبان لنا اللي تيكون التدريب عطاه هو ذاك اللي ما تيكونش ما تيقدرش يوقف الوقفه وتيولي ما سال تيبدع وتيدير. دونك هنا فين تنقول يا اخوانا اخواتي الكرام، راه الفكره ديال تدريب مدربين راه مهمه لاي استاذ مربي موظف مهندس، من يعني شيء راه مهم، كيف يعقل تلقى انا عندي اصدقاء اللي سوسون دي كوتش رائعين تنستفد منهم، ولكن في لا بريز دو باغول باش يوصل الفكره ما عندوش، تنقول لها خصك دير مرحله راه غير كافي، راه خصك دير لا بريز دو باغول، حيت راه تقول ما عنديش انا زبائن، ما عنديش عملاء وتخدموا اونلاين هكا هكا، تنقول ليه راه انت باش توصل للناس راه خصك تعرف بنفسك، يشوفوا الناس شنو كاين، خصهم يرتاحوا ما تعذبهمش باش هو، اغلبيه تعرف شنو كاين. هنا مولاي حسن، يعني باش نقاطع كلامك لان كلام شيق وكلام رائع جدا ومفيد. دابا الان انا بغيت نقطه اخرى، اللي فهمت من الكلام اللي قلتي انه فعلا هي نوع من الديداكتيك، نوع من يعني التعلم، نوع من التعليم، نوع من ايصال الفكره وجعلها مهاره بيدي مكتسبه بيدي من يتدرب. اذا في هذا السياق ان التوتي دابا على الحساب هو علم قائم بذاته وفيه فروع، فما كان في اللغه ديال الجامعيه كيقول فيه مجزوءات، فيه مجزوءات. اللي فهمت منك توضح لنا هذا الشيء وتفصلوا الناس الحسن، اولا تحصيل قضيه الالقاء وهذه الامور هذه اداه، النقطه اخرى ديال الشاشه واستعمال الادوات تكلم ادوات دونك يعني غادي تعلمهم، لكن الاهم في هذا من ندرب، يعني خص المدرب يكون عارف شويه ديال علم النفس، عارف شويه ديال الانماط الشخصيه، عارف شويه ديال الطرق التربويه البيداغوجيه في التبليغ، تواصل عارف الطريقه ديال التواصل. اذا هنا كان التوتي الدوره ان شاء الله احنا مقبلين عليها كياخذ من كل لون طرف، فهذا العلم هو علم العلوم، يعني بحال قلتي المتعلقه بالتدريب طبعا، فهو خصو يكون ملم بواحد مجموعه ديال الامور اللي كتجعله بحال قلتي ادوات
وآليات ومهارات عنده كمتدرب باش يصبح مدرب باش يبلغ ديك. وربما انا بحكم تخصص التربيه وعندي في تربيه الابناء ولا كاين ما يتعلق بالذكاءات المتعدده، تماما بمعنى انا حتى قدامك انماط، قدامك انماط اخرى عاوتاني، ها السمعي ها البصري، هذا الشيء كامل اللي شفناه في برمجه اللغه العصبيه. اذا بغينا السي حسن تعطينا هذا الكشكول وهذا فعلا السؤال الفسيفساء، هذه فعلا الالوان ديال التي والتي يعني في طال الوقت متيسر لا لنا. فعلا فعلا يا اخوان اخواتي الكرام، راه باش تدمج الذكاءات المتعدده، حيت حنا للاسف التعليم ديالنا في الاكاديمي تيعتمد على جوج ذكاءات، الذكاء اللغوي والذكاء المنطقي. يعني الذكاء المنطقي هنا فين تيكون الخلط، الذكاء المنطقي يعني عنده لا لوجيك، ماشي ذكاء علمي، ذكاء منطقي عنده لا لوجيك، لا لوجيك سواء الطالب يقرا مثلا الماده عربيه ولا ماده الفلسفه تيكون عنده لا لوجيك، شحال كاين في هذا الدرس، عندي فيه واحد سطات لي باراغراف نبدا بجوج ثلاثه هكا تيحمض، ثلاثه يقرا مثلا النحو ولا الاعراب الجمله الفعليه هي كذا وكذا، راه ذاك اللي عنده الذكاء المنطقي هو يقول لك الجمله الفعليه يساوي الاسم زائد كذا زائد كذا، باش طريقة يعني يحل رياضياتية طريقه منطقيه، منطقية. فهمتي؟ دابا الناس هذا هو اللي تيعتمد، ولكن ذاك اللي عنده الذكاء الحركي، ذاك اللي عنده الذكاء الذاتي، ذاك اللي عنده الذكاء الاجتماعي، ذاك اللي عنده الذكاء الموسيقي، ذاك اللي عنده الذكاء البيئي، ذاك اللي عنده الذكاء الوجداني، كنديروا معاه. دونك هنا على الاقل، على الاقل لا بين القانون هذه الذكاءات هي بالنظام التمثيلي، على الاقل الاستاذ واحد عنده ذكاء بصري بصري منطقي، يعني هذاك راه عنده انماط ديال التعلم ديالو، تيخدم الصور، تيخدم خرائط ذهنيه، تيخدم الخيال، تيخدم مجموعه ديال الاشياء. ذاك اللي عنده مثلا الذكاء اللغوي، الذكاء اللغوي بانه راه هذاك اللي تلقى تيسكت تيقلب تيبحث، كان واحد الاستاذ تا عنده نفس الذكاء وتيخدم ديك الطريقه غير تيفهم منهم، ولكن ذاك اللي عنده الذكاء الحركي هذو ما تكونش عندهم حظوظ كثيره، حيت كيفاش انا ندوز ديك المعلومه ماشي ما تنفهمش، راه ما كاينش باش نتفهم واحد النقطه خاصه في التدريب، راه ما كاينش متدرب كسول ولا متدرب غبي، راه كاين مدرب كسول ومدرب اللي ما فاهمش ضعيف، يعني باش نتفاهموا، حيت المحرك ديال المحرك هو الدينامو هو اللي والدينامو. تيحرك المجموعه. وشنو تيوقع؟ راه ليس كي تيقول براين تريسي، تيقول لك راه ماشي مشكل كيفاش نستعرض انا العضلات ديال المفردات، راه كيفاش نقول دوك المفردات باش يفهموا من الاخر. حيت علاش؟ حيت انت راه ملي تتبسط المعلومه والناس تيفهموا، راه تتحيد داك المجال ديال الحساسيه، الا خطات عادي تنعاود نصلح. هنا كيف يعقل واحد توجه لي انا كمدرب وواحد من المجموعه وجه لي سؤال، سؤال ماشي انسايكلوبيديا، انا ماشي عالم العلماء، دونك تنقول ليه لا اعرف، انا نبحثوا فيه، يعني التقاسم. الخضوع والتواضع للعلم والعمره لله، عادي فهمت، ما تقولكش كيفاش طرح لك سؤال ما عرفتيش كيفاش تهرب منه، لا لا ماشي هذيك، راه الامور ما خصناش ناخذهم مستوعبين دابا مازال عندنا قطاع سي حسن، الجانب النفسي الدورة في التوتر حيت يعني الجانب النفسي انا نقدر نوصفه بالجانب الوجداني، الذكاء العاطفي، العاطفي. حيت مدرب اذا ما كانت عندوش ذاك الانتيليجنس ايموسيونيل يكون على يقين تنوض ليه الذبذبه، ممتاز. يعني حيت راه الناس انماط، راه وهذا نعطيك هير باغ اكزومبل، واحد عندك من المتدربين كاين في القاعه وهو غادي معك خطوه بخطوه تسلسليه، وانت ما غاديش كمدرب تسلسل، وفقد الخيط من الخيوط ولا فكره من الافكار، وانت دوزتي ساعتين في المعلومه ورجعك الاولى وشرحتها ليه وعاود دوزتي ورجعك هكا، انت تتحط في واحد الضغوطات اللي ما كنتيش فاهم، تقدر تقول واش هذا تيستفزني، واش هذا تيدير لي، واش توقع في الجامعه توقع تتلقى ما فاهمش الاستاذ، حتى تقدر ينوض صراع، لا حيت لا ما كانش عنده تيكون تعامل، ولكن تنكون خبير في الماده ديالنا قدام الناس، ما نكونش تندير البهرجه وتندير التمثيل، لا حنا ما تناقشوش المعلومه، اي ماده بتتقدم كون خبير فيها، حيت حنا راه ما كاينش مشكل ما عنديش ما نقول، سير وجد ديك الماده 3 شهور 4 شهور 5 شهور 6 شهور تولي خبير فيها، يعني ممتاز. تقول 100 ساعه دوزها فيها تكون خبير فيها، راه ماشي مشكله شنو تقدم، علاش اخواني اخواتي الكرام؟ حيت حنا حتى التقديم ديال الدورات تيمشي على حسب اهداف ديال دوك الناس، حيت الدوره تنقسموها على ثلاثه مثلا، واش دوره اساسيه، واش دوره توضيحيه فيها لي ديمونستراسيون فيها، واش دوره يعني متقدمه، راه تيختلفوا، صحيح. راه ملي تيختلفوا اشنو تيتقدم، تيختلف حتى من ناحيه السعر، والناس ما تيفهموش هادشي حتى في الدورات اللي تيتقدموا مثلا في مؤسسات في وزارات، تتحط مع لي شوز اشنو بغينا نديرو، يعني الامور وراه تي او تي راه ماشي باش نقدم معلومات في الديفلوبمون بيرسونيل، انا تندير لانفورماتيك راه تنشرح لانفورماتيك وتنشرح دي بروغرام اللي تنخدم تي او تي، اللي بطرق اللي سبحان الله ذاك اللي تيكون تيخلعوا الاعلاميات تيولي تيقول سبحان الله الاعلاميات بسطتها لي بواحد السهوله وليت نحبها. ها تدريب، هنا مدرب، هنا مدرب. على الجانب النفسي يا سيدي حسن ذكرتيني
في علم النفس، أن كانت مدارس، أربعة المدارس، يعني المدرسة كانت السلوكية جت نعم وراها النفسية ديال فرويد وغيره، وجت المدرسة الإنسانية ديال كارل روجرز مع، هكذا يعني نعم، فكارل روجرز هو حتى الطريقة ديال الذكاء العاطفي في التقبل، يعني في التواصل مع، دابا كمدرب، وهذا أنت كتركز عليها بزاف، أنك كمدرب، وهذا غادي يعرفوا المتدربين، أنك كاين تقبل، يعني فعلا كيجيك بنمطه بالذكاء فعلا ديالو. دونك ذا كما هو اذا تي او تي، يعني تعطي المتدربين اللي غادي ياخذوا الدوره، تعطيهم مجموعه ديال الامور، انهم يكونوا عندهم على الاقل الوعي بهذه المساله، لان هناك ناس اللي مختلفين في الانماط ديالهم، في الذكاء ديالهم وغير ذلك. اش كيدير هو؟ يتقبلهم تقبل غير مشروط، اذا مش فعلا تتواصل معاهم فعلا لابد من التقبل. ثاني شيء وهو المطابقه، يعني كما قلت ما كاينش البهرجه، كاين الصدق. احنا نسمع في الدين نعم ديالنا فعلا كنقولوا الصدق، ما تديرش ديك الاستاذيه، خصك تلقى تاع العفويه ديال والدوره باش كتكون زين. احنا الحمد لله خذينا دورات وعلى يديكم حسن في الكوتشين سكولير، فحتى تكون تلقائيه والقلب مفتوح، كتكون هكا المدرب تزاد نسبة الاستيعاب ديال التركيز. لا بيرسون 14%، لا اله تزاد الا الله، نسبة الاستيعاب عجيب. ديال لا بيرسون تتخليه. علاش؟ حيت حنا لا جينا حتى في الناحية ديال علم الأعصاب وعلم الدماغ، راه ملي تيقول لك راه كاين دماغ الزواحف، كاين دماغ الثدييات، كاين القشرة الدماغية، راه هاد لو سينالتيزم دماغ الزواحف ملي تيقول واه باينة الدورة مهمة، يعني كأنك راه هذاك بحال اكس حتى واحد السينيال، واحد لاليرت تيصيفطو، حيت هو دماغ الزواحف كي تيقولوا العلماء تما فين تتكون الذاكره قصيره المدى، حيت هذا خصك تجاوب ليه علاش في بلاصة. تصمت ليك باش بيهمني هذا الموضوع، باش ينفع لي هذا الموضوع، واش ينفع لي حسب متطلب الحياه ديالي، واش هذا غيقدم لي سوق العمل، مفيد مفيد. واش يعني تيشوف ملي تيلقى البدايه موفقه وتلقى الامور بينه وتيرتاح، هو تيعطي لو ميساج للدماغ الثدييات، الدماغ الثدييات فيه لوزه وفي الذاكره طويله المدى، دونك تتنشط وتتخلي الشق الايمن الشق الايسر تيبدا تيكوميكو بعضياتهم وتيخرج 80 90% رائع جدا. فقط هنا كنزيد نقول واحد النقطه سي حسن، اللي بحكم حضرنا معكم دورات يعني في هذا الجانب، ان غادي يكون عندنا جزء في الدوره على النورولوجي اللي فعلا يتعلق بالدماغ والعصفوره ضروري الدماغيه، لان فعلا المدرب واش هو الان غادي يوصل الفكره مراعيا الطريقه باش كيخدم الدماغ وما عرفش كيف يشتغل كيفاش الدماغ يشتغل، ديالو فما يمكنش. اذا انا غير بغيت ناكد على القضيه ديال اللي قلت ديال النفسي، دابا احنا الحمد لله كنعمقوا في هذا العلم، حق العلم الرائع اللي هو بعض المدربين المعاصرين ديال القرن ديالنا الالفيه الثالثه، سموه يعني في الجانب ديال، سموه ام العلوم، اللي قال لك انه لو انه تكون عندي مهارات ويطلبوا مني نتنازل على جميع المهارات نخلي وحده، وقالوا المهارات اللي كتدخل ديال التي او تي اللي هي فعلا ديال الخطابة التبليغ ومهارة الإلقاء والاخطاء والاستماع وتبليغ المعلومه. هذه المساله سي حسن ديال الجانب النفسي والجانب الذكاء يعني العاطفي مع المتدربين، المدرب في التي او تي اللي كيجي ياخذ الدوره كياخذ قسط كبير، وكيكون عارف ذاك البعد اللي قلنا الابعاد الثلاثه، هو التقبل ويعني الجانب المتعلق بالصدق او ما يسمى المطابقه، اسم كارل روجرز المطابقه، وكاين المساله الاخرى وهي المتعلقه بالتعاطف. فعلا في وسط القاعه المدرب يعني ياخذوا الناس في التوتي، كيكون عارف ان كيشوف كيلوح عينيه عنده ديك النبض الحياه، وعنده ديك الحساسيه اللي كنسميوها احنا الحاسه السادسه او الفراسه، كي قد يعرف باللي فلان ما فهمش او فلان عنده كذا او هذه. لا كيتوفق المدرب، وهذا هو الدور ديال اللي غادي ان شاء الله نشوفه في التوتي في الدوره ديالتنا ان شاء الله القريبه، اللي غتكون فيها تعطي هذه الاشياء هذه. ف أنا الآن بغيت غير نزيد معك أستاذ حسن، من نغتنم الجلسة معك وي المباركة، فنقول زيد لنا، مازال حنا ما نعرفوش حوايج، قلنا بالقدرات، قلنا شنو هي الأمور اللي الآن خص بحال كنسميو بالدوري إفراغ الكأس، شحال من حاجة الناس عندهم يعني أفكار مغلوطة على التوتي، نبغي أستاذ حسن يوضحها لنا، لأن كتكون أن بلوكاج كيجي التوتي. راه هو دابا عارف اللي فوائد وعلم قائم بذاته، وباغي فعلا يمارسها داخل الاسره ديالو او داخل المؤسسه او الشركه او اي كان الميدان ديالو، كيبغي ديك المهارات ديال التوتي تكون عنده. شنو هي الاشياء او المغالطات او ما يسمى اخطاء الفكر تجاه التوتي اللي ممكن تنور بها، خص الناس يصحوا افكار ديالهم فيها ويغيروا فيها؟ حيت هو الجانب اللي تتحمل المسؤوليه الاول، هو قلتي واحد الكلمه سيبوه، هو نعم فرغ الكاس ديالك، نعم وحنا تنقولوا حيت لا جا واحد لا بيغسون
وهذه راه قصه ديال واحد الحكيم صيني اللي قاسم هذه غير تبعها حق بعض الشباب، نسمعوها لأن فعلا اللي قال لك واحد الحكيم الصيني، واحد الشخص اللي هو دار الدراسات العليا، دار الدكتوراه ديالو، سالع او دار دول، وذيك القريه تيسموه بانه هو عالم العلماء. كاين واحد فيه قال له انت الى ما عليك واحد الحكيم اللي عاد نعرفك واش عالم العلماء. فعلا تيسوع ذاك الحكيم، الحكيم كاين في واحد بلد بعيد، كاين في الصين، ومشى وباش يوصلوه خدا ليه واحد الوقت ومصاريف، ونهار كاع وصلوا لقاه هو عايش في البيت ديالو اللي بعيد على المدينه. دق قال لهم واش المنزل ديال فلان فلان؟ قال له هي. حل ليه الباب، دخل ذاك السيد قال له انتظرني، ودخل الحاكم خلاه سوايع بعد سوايع تيتسنى تما. دا السيد تيتعصب من الانفعالات ديالو، علاش دخل هنا، كيفاش شنو هذا الشيء. يلاه جا الحاكم هز معاه واحد تيربوس ديال الشاي، وهز معاه واحد طاس، قال لك خبط يلاه بغوته، قال لك خبط الطاس، بدا تيعطيه تيكوبليه تيكوبليه وتيتكلم وتيخليتيني وهادي وهادي، وكسر عمر ودا تيكوبليه على جنب. قال له وزتي عمرتي لي حوايجي بالقباح وهادي وهادي. دونك هو يقول ليه هو دابا انت جاي كاسك عمر، شنو بغيتي ندير معاك؟ اللي كبيتو واللي عطيتو لك غتخويه في الارض، خوي كاسك. دونك هذه هي القضيه، تيقول لك افرغ كاسك، حيت حنا ملي تدخل اي حاجه تندخل، انا بدوري تندخل اي حاجه تنصنت لا بيرسون كيف ما يكون. واخا دوزت انا المرحله مثلا مؤخرا، دوزت مرحله مثلا ديال ابتدائي اعدادي ثانوي لافاك، وتلقى واحد الاستاذ يقرا في شي حاجه باش تقول ليه ما فهمش، تنصنت ليه لانه تاخذ فكرة حيت تبدلوا يكون مجموعه ديال الاشياء تبدلوا. جديد دونك هنا كاينه النقطه مهمه سيبوه، وكاين ماشي افراغ كاسك. وحتى العقليه، احنا ولفنا واحد النمط، قبض الكتاب انا تنجبد والكتاب تيجبد، والمعلومات راه هي الدوره، والبريزونطاسيون هي الدوره. دونك كون عليك انت، هذا مشكل كاين في اونيفو ديال التصميم واعداد الحقيبه التدريبيه، كاين مشكل. داكشي اللي تتلقى ركاكه في المعلومه، تتلقى المعلومات متداوله ومستهلكه، ما تتلقاش شي حاجه متميزه، حيت ما عارفش كيف يصاوب حقيبه تدريبيه. حقيبه تدريبيه لا تقتصر فقط ان نهز دي دوكيمون، نهز كتبه، نهز هنا نجمع واحد باوربوينت ندير حقيبه. راه هنا فين تيجي علوم ديال التدريب، كيفاش نوصل المعلومه، وشنو غندير هنا وندير هنا. غتكون داك الشيء راه مضبوط، كانك تدير واحد لا ماتريس، واحد المصفوفه مسفوقة تخدم بها، باش من بعد حيت ما عندناش مشكل في الدوره واثناء الدوره، عندنا مشكل اخواني اخواتي الكرام ما بعد ما الدوره. بعد الطورة تما انا حطيت فلوسي، انا حطيت بلا فلوس، حطيت وقتي، انا حطيت اشنو استاذ. ها واحد المؤسسه عيطت لك ودرتي معها اليوتيوب ودرتي الاحتياجات ديالها، وما قبل الاحتياجات وصممتي مع الدوله وسالينا معاهم وخلصوا، ومن بعد ما كاينش شي استثمار في عائد الاستثمار داك الشيء أستاذ اللي داروا. واقع هذا هو الوجودية المشكل. حيت علاش؟ حيت حنا تنبنيو ديك بيلي، كانك قبل ما نحطوا اي مسمار تنحطوا التصميم، شنو بغيت فين بغيت نوصل هذه. حنا راه قلت لك قبيله تتكلم على الجانب النفسي باش نبني التصميم، حيت هنا تنتكلموا حتى الذكاء العاطفي. اخواني اخواتي الكرام، راه انت لما كانش بيئه محفزه ايجابيه عندك تما كاون بيرسون، راه وحتى الاخر راه ما يقدرش تكون عنده ديك الطاقه ايجابيه باش يشتغل، حيت هي لوفي هو متحفز وعنده طاقه تلقائيه من نفسه باش يدير، يكون على قناه اونكاجا معك في الدوره. ماشي تونكاجا ما تقصدوش حنا تونكاجا يخلص، لا هو راه مخلص، تونكاجا معك بانه بغى يفهم، ولا تونكاجا لا تونكاجا كاين لونكاجمون، يكون على يقين. هنا تتولي علاقه بينه وبين نفسه اللي تيستوعب، وعلاقه بينه وبين ذاك المدرب، وعلاقه بينه وبين المتدربين. دونك هما تتولاجي يعني تيعطي معناه ديال الدوره، هما تيعطي معناه وتيسالي الدوره، تيكون انجاز وتيكون اكسيون، تيخرج للفعل. شي واحد دابا حنا تلقاو مجموعه ديال الاخوان الاخوات تيدير هذه كبدايه، راه موفقه، ماشي تنقولوا حنا لا ما تكون، ولكن قدم الامور، بدات تقدم الامور وتزيد، راه لا نختصر فقط ندور ندور، نقدم الامور ونعول وننوع المصادر، ننوع المدارس. دابا انا سي حسن فهمت واحد النقيطه، وان شاء الله نزيدو نكملوا دوك لا كملوا بعض المغالطات. دابا اذا الدوره تي او تي ان شاء الله هي قريبه بديت ازرو ان شاء الله إن في شاء الله. اواخر ما عندنا الأسبوع الأول من ماي والأسبوع الأخير من ماي، ولكن حنا نبداو في الأسبوع الأخير من هذا الشهر ديال أفريل، نديرو كل ما هو نظري نطرقوا ليه، نطرقوا ليه حيت النظري باش كيبقى نظري، نظري حيت النظري شنو هو التدريب، أنواع المدربين، أنواع ضروري تيقدوهم وتنسلموه واحد المانيول تيقرا حيت هذوك المعلومات، ولكن راه ملي تيجي النهار الأول تيخرج تيدخل حضوري الخشبة، حضوري باش تيدخل الخشبة يقدر راه في ديك
ديك 40 ايام ينوض 40 مره 50 مره، حيت الممارسه، حيت ثلاثه القواعد نخدموا عليهم في تدريب المدربين. اول حاجه بانه هو تتبع الخطوات باش يوصل المعلومه وشنو داير. ثاني حاجه هلا جوا الالقاء، النبره ديال الصوت، لغه الجسد ديالو، يعني ما يصدر من الفم ديالو والكلمات ديالو تيسحب على منسجمين. هادو امور اللي يكون تخدموا فيهم، تناغم فعلا. والماده العلميه تبقى خاصه به، هذاك تيوجدها، ما يخليهاش ان بلوكاج. ما عندي ما نقول الماده العلميه راه ماشي ما عندي ما نقول، واش انا فهمت داك الشيء اللي بغيت نقول؟ لما فهمتش ما نديروش. دابا ليستوريك ديال دابا نحطوا ليستوريك ديال التوتي. او الانسان اولا حنا درنا هذا اللقاء ديال اليوم معكم سيدي حسان، هو بغي فقط لان الانسان يعني يعرف علاش داخل، لان تماما. الانسان قال هذا ستيفن كوفي ابدا وعينك على النهايه، بمعنى حط قدامك ان اوبجيكتيف. وكما كنقولوا دائما الحمد لله سالم جرب الاستاذ الطبيب، حنا اللي عرفنا فعلا فاش درنا التوتي فعلا كانت واحد التغيير جذري في التعامل مع التدريب، مع التعليم، مع الاسره، مع المراكز ديالنا اتسيتيرا. اذا غير بغيت دابا نزيد ندير يعني ندير لي بوان سيغ لي كيما كيقولوا الفرنسيين. الدوره التوتي الان الاقتناع بها اولا كيجي باش الانسان يتونجاجا هو يدخل. هذا جانب نفسي، اذا نقتنع بها تيعرف اذا المرحله الاولانيه شنو هي؟ كيدخل ياخذ المعلومات وياخذ المهارات داخل الدوره او واحده. ثم النقطه الثانيه يعني ما ياخذ دوك الفروع العلوم اللي تكلمنا عليها دابا. الامر الثاني انه سيمارس وغادي يكون يعني غادي يكون مشارك وغادي يكون مساهم في التدريب في اثناء الدوره، يبين على اشياء منها طبعا العروض، منها فعلا. التعامل، منها كيجرب راسه واش يقدر يوقف، واش يقدر يدير، واش يقدر يفهم الناس حيت كاين بلوكاج انترن، هذاك بلوكاج داخلي سيكولوجيك انترن، هذا اللي داخلي. كيعد في اي حاجه. الثانيه هو يمارس. الثالثه بعد ما ياخذ الحقيبه وياخذ الماده العلميه كيخصو يكون دائما كيتونجاجا في مشاريع باش يبدا يتدرب كما قلت في يخوض العرض، العرض العرض. اللي تيولي حقيبه تدريب شيء اخر، فهمتي؟ هذوك الحقائب اللي تيولي الاعداد والتصميم، حيت الحقيبه نقول كاين تدور حقيبه توضح خير. المدرب وحقيبه ديال المتدرب مع مجموعه ديال الادوات اللي تتسلم ليه. ومين هو تيولي مدرب يدرب مدربين تيكون شيء اخر، هو تيكون دابا مدرب باش يدرب الدورات اللي بغى هو اللي بغيت تيهتم بهم، التخصص ديالو سواء في العمل ديالو سواء في هذه في اي حاجه. تخصص. وديك الساعه ملي هو تيحس براسو تيرتقي من النيفو ديالو، انا هو تيتقدم. وهنا في وتتنوع الشرائح، حيت تكون بدايه موفقه. الصغار ماشي هما المراهقين، ماشي هما الشباب، ماشي هما يعني الناس اللي بالغين، حيت ممكن تكون نفس دورة التواصل للاطفال ولا الشباب ولا يعني الناس الكبار، راه شيء اخر، راه ثمن اخرى وشيء اخر وعلوم اخرى. بمعنى الدورة دابا يعني دابا الآن كما هي يعني معروفة تا والتي، ونزيد نعمق هذه النقيطة هذه، غادي يحضرها أي تخصص. لا اي المهم تخصص. كيفاش يوصل؟ يقدر يكون تا كوتش في السبور، كوتش في السبور ياخذ تا والتي. علاش؟ لأنه غادي يكون عنده فريق، كيفاش يجيرهم؟ كيفاش يدير القيادة حيت ديالتهم؟ راه تولي عندك خطوات، فهمتي؟ فوالا سي تخي بيان. بوالك من متى تبدا تتحط اشنو باش نبدا، تنشوفوا الناس اشنو عندهم اكسبيريونس. الا ما كاينش عندهم اكسبيريونس تنقولوا فوالا ها اللي كاين ها اللي كاين، عاد تندخل في الموضوع، عاد تبدا تنقدم الارشادات، عاد تندير المعايره فيما بينهم، يعني واش فهم ولا ما فهمش، عاد تنقول لي اعطيني تجربتك، نوض دير لي الدور ديالك، عاد تنقفلو تنعطيو تقييم وتنعاودو نبداو. راه كاين خطوات تنشوفهم التسلسليه، ممتاز. وكل واحد على حسب النمط ديالو. الان استاذ حسن في السياق ديال اللي حنا كنتكلموا على مجموعه المغالطات حول التي او تي، طبعا تكلمتنا على اشياء كثيره جدا، نبغيو ان شاء الله كاين اضافه باش بقى واحد السؤال مهم جدا، الا وهو يعني كيفاش نعرفوا ان متخرج من دوره التي او تي انه فعلا خذا التي او تي؟ شنو هي المعايير اللي غادي احنا نحن كمؤطرين؟ تنديرو حيت هو تنخرجوا، حنا تنقولوا تنخرجوا من نمط ديال التدريس هو تيتحط فيه اختبار، هذاك بوحدو. ولكن الاختبار الحقيقي هو يوقف، والميدان هو الميدان والساحة. تيخدم بعدا الناس يوقف، حيت هذاك الاختبار تتولي دوره تعليميه ماشي دوره تدريبيه. صحيح. حيت انت تعطيه هذيك هي تختبر المعلومات، ها انت عندك معلومات عندك، ولكن تتبقوا على ارض نزيد الواقع نزيد تيكون شيء اخر. نزيد هذا فوق. شيء. والمغالطات اللي كاينه بحال دابا تنقول انا تنبغي نتقاسم بعض الاشياء مع الاخوه الاخوات الكرام تيسمعونا، بان كاين بعض الاشخاص ما يصلح لهمش التدريب، التدريب ما مناسبش لهم. علاش؟ اذا كانت عنده هو وجهه النظر الشخص ديالو، حيت حنا للاسف عندنا حتى في لغتنا كاين التعميم. بحال دابا الشخص اذا كان هو التدريب كي قلت لكم في الاول مدرب هو باش يوقف ويلبس كومبلي ويقول كلمات، حيت هادشي اللي وراو الناس الوقفه والكاريزما. حيت وحتى ديك الكاريزما ماشي ذاك الشخص كاريزما هو دوخك، لا الكاريزما باش نفهموا الاخوان الاخوات الكرام،
راه هو تنتصرف على طبيعتي وتنخلي لا بيرسون تنتصرف على طبيعته، ما كاينش ديك الحساسيه، تيحس بالبيئه التعليميه بخير وعلى خير، ما فيهاش كامله ايجابيه، ماشي هو نقولوا حنا نطبو با ولا نطبو طاح، اسمحوا لي على دونك هنا اذا كنت نقول كلمات ولا مفردات وكلمات محفزه ولا شعارات ولا قصص جميله وفي الاخر تبقى، ماشي هو ده التدريب باش نتفاهم. صح، دونك ماشي هو التدريب يعطي معلومات بقى يصير عاوتاني، إنسان، بقى إنسان. ولكن الانسان عاوتاني مشغول وما عندوش وقت باش يتعلم وما عندوش باش يطبق بلا ما يدخل الدوره. قال لكم سيبوه حط الهدف، تقول لك يبدا والنهايه فين بغيت نوصل، ولا ما كنتيش بواحد لا بيرسون تيبغيش يتعلم ويبذل واحد الجهد ويتطور ويقرا، ما عندك ما دير بها، حيت شتي حيت تكون على يقين كاينه خدمه، ولا كنتي من الاشخاص اللي فاسيلمون بغا يحصل على النتائج السريعه، ودي وقعت على المجموعه ديال المدربين، راه ما كايناش، راه ما كيف كاين، تقدر كاع تكون عندك الامكانيات وتفتح مركز وتدير تكون على يقين تلقى مشاكل، راه ماشي راه شتي راه المركز راه اشهل حاجه، المركز اشنو خصو مركز؟ خصو فيزيكيمون معدات، خصو فلوس الكرا، ولا عندك محل ديال كل شي حاجه، داك الشيء كله متوفر، ولكن انت واش متوفر ولا متوفر؟ مضمون مضمون. لا هو واش كنت؟ الروح ولا الروح كنتي تعتقد بانك راه حصلت على لقب مدرب محترف، مدرب دولي معتمد، فهمتي؟ ما تصدقش بانك راه مدرب نسبه صفري، خصك تدخل في الميدان، حيت الميدان اخواني اخوتي الكرام راه هو تيتكلم، انا تنتكلم في قلبي، الميدان راه هو تيتكلم، تكلم حتى اراك، اما ديك انا المدرب الفلاني هذه هذه هذه، سمي راسك موت، سمي انت عالم المدربين وكبار المدربين وملك المدربين والمدربات، ما عندناش مشكل، صراحة في ولكن تفضل سامي حيت هذا اللقب اللي تطلب ما عندناش مشكله، ما كاينش مشكل في كارتونه اسم وفي لقب كارتونا في اسم كارتونات، راه حيت شكون تيعطي القيمه، هو الشهاده ولا انت؟ الشهاده على القاب الحيط، ولكن انت انت فارغ من الداخل، ما كاين لا ميدان هذه لا هذه، راه ما كاين والو، ولكن انت لا عندك راه ما شاء الله، تعتقد بان الظروف راه هي السبب انت ما وليتش هكا، كون على يقين هذا الشيء باش تصلح انت الامور ديالك وما تتحمل المسؤوليه، راه ما غاديش، حيت توكل على الله ونوض. دونك ولا كاين كي عاوتاني مع الاشخاص، هو كاين دورة تنديرو حنا مجانيه، ولكن كون على يقين، لكن تبحث على ما كل ما هو مجاني فقط وما تتامش بالاستثمار الحقيقي في نفسك، راه ما تحصلش على نتائج حقيقيه، ديك ما دخل. ضمن هدف التوتر سي حسان هو تحقيق الوعي الذاتي، الانسان يفهم راسه. يعني جبت قبيله على الذكاء العاطفي وي ويعني الذكاء الاجتماعي، لان مدرب اجتماعي راه وي كيتواصل وي بالناس، فاذا ما عندوش اذا ما عندوش اشنو يعني ما غاديش يمكن له انه فعلا يكون حقق شي حاجه في هذه الدوره هذه. المقصود في هذا الجانب ان الانسان اللي كيجي التوتر غادي يكون غادي الفاغيكولتي غادي ياخذ واحد الحيازات كثيره، منها اولا حق الوعي الذاتي ديالو كثير. انا من تجربتي الشخصيه سي حسن، من تجربتي كل صراحه دوره التوتر كانت نقله نوعيه في حياتي. ودرتي وحده ولا درتي دورت؟ درت انا ثلاث درت شي تقريبا اربعه درت انا. عاودتها درت ثلاثه المرات ونوعت. ثلاثه فعلا. وهذا التنويع اللي كتقول سي حسن هو شنو؟ الاول كان بحال اكتشاف، ولكن الحمد لله الان انا كنقول احبتي الكرام مشاهدينا تبعنا معنا، الحمد لله بفضل الله جل وعلا يعني بالتعاون يعني مع يعني مع السي حسن فالحمد لله نحن باذن الله عز وجل سنرعى بكل اخلاص وبكل عمق اننا ان شاء الله لن نألو جهدا باش فعلا ان هذا الدور اللي غتكون ان شاء الله، وهي بالنسبه لمكتب كره الاعين هي الثانيه او النسخه الثانيه. العام اللي فات كانت الحمد لله ناجحه بزاف، ولو تيسر لنا اننا نستحضروا الناس اللي كانوا حضروا معنا في الدوره الماضيه يوريو لكم او يقولوا لكم التغيير الجذري اللي فعلا التي تحققت على مستوى الشخصي، على مستوى التواصلي، على مستوى الوعي بالذات، أو الوعي المهني ديالهم، المهني دي. نعم كأساتذة اللي كانوا النقلة حاضرين معنا، النوعية في مجموعة ديال الأشياء. فهذا كيبين على قوة التوتر، القوة ديال التوتر. لكن يبقى كلمة ختامية سي حسن بعد ما جمعنا الكلام، إذا دابا الآن دور التوتر قلنا أنها عبارة على ديتاكتيك أو طريقة تعليم المتعلم، ترسيخ يعني الافكار، يعني اكساب مهارات معينه، تغيير او يعني بلورات واصلاح اقتناعات، هذا جانب مهم جدا. اضف الى ذلك انه علم يضم مجموعه من العلوم، فعلا على المستوى الذاتي، على المستوى الدماغي، على المستوى السلوكي، على مستوى تكلم فيها الانماط، بلوم بلوم ما تكلم فيها، راه حتى بلوم راه الناس اللي في الحق التربيه التعليمي التعليمي. وفي التدريس راه تعرف بانه راه بغيت نصوب عليه الماده التدريسيه ديالي، راه تمشي في المجال المعرفي، المجال العاطفي، والمجال السلوكي. سلوك يعني وتنتقد المجال العاطفي هو الاول، يعني كومينيكاسيون بين ايموسيونيل هي الاولى، فهمتي؟ المعرفه نعطيها لك، ولكن المعرفه كوا سا سيغ لما غيرت لي السلوك، لا شيء،
حيث هذا هو الزمن ديال المعلومه. هذا الوقت المعلومه متوفره، ولكن ولينا عندنا المشكل واش معلومه صحيحه ولا ما صحيحاش. كلمة ختامية سي حسن، هنا يعني بيا باش السياق إن شاء الله. باش دابا اخواني اخواتي الكرام، الدوره ديال تدريب المدربين او اللي تعرف فيها اسرار صناعه المدرب الناجح، وفعلا غادي تكون ناجح ليس بكلام فقط. يعني الان احنا تنتواجد في مركز كره الاعين للتدريب والاستشارات والكوتشين، اللي ان شاء الله نعاودوا نجدوا معكم اللقاءات، وبالتعاون مع الاكاديميه المركز الامريكي للقاده والكوتشز والفيدرال العربي الافريقي للتدريب والكوتشين، نقدموا لكم نتقاسم معكم مجموعه ديال الخطوات باش تحترف التدريب وتصبح مدرب متميز. والنقاط اللي يبغاهم يراسل معنا هذا قول الايميل في الوصف، يعني ونعطيهم مجموعه ديال النقاط وكل شيء، والف مرحبا. إذا مرحبا بالأحبة الكرام، فرسان التنمية البشرية والذاتية وصناعة يعني التغيير في الواقع مع دورة متميزة رفقة ماستر كوتش دي حسان أسوكا المؤلف المعروف على الصعيد الوطني والدولي. ونحن بدورنا في مركز كرة الأعين للتدريب والاستشارات الكوتشين بمدينة أزرو يعني جد مسرورين باستضافة دي حسان مرة أخرى، وهذه الله يحفظنا دورة هذا. هذه دورة حضرتك كريم سي حسان. فعلا يعني نحن يعني في حق هذه فرصة لا تعوض باش أن دورة في هذا الحجم تجي لمدينة أزرو للمجتمع أو للجمهور. تأتي هذه الدورة المتميزة تقترب من الجمهور الزراوي والجمهور الذي يعني نحن كنتكلم على الازرق، كنتكلم على فران خنيفرة الحاجم هذا هو وكناس السبب فاس، التأسيس ديال المركز. ففعلا لان فعلا الازرق هو جا في منطقه يعني سنتراليزي، بمعنى منطقه فيها جميع الاتجاهات، وهذا شيء يجعل اننا فعلا نحمد الله جل وعلا ونحن في الشهر المبارك على اننا يعني وفقنا الله عز وجل باش نكونوا ان شاء الله مميزين في تنظيم مثل هذه الدورات. فمرحبا بكم، وان شاء الله سيكون يعني دائما على الموقع وعلى الصفحه ديال المركز الاعلانات، فالتواصل مع سي حسن كمشرف على الدوره وانسان اللي غادي يلقي الدوره، ومع عبد ربه مدير المركز كره الاعين، باش ان شاء الله نكونوا في الوقت ان شاء الله المقرر والمحدد للتغيير، ومعا دائما نتطور. السلام عليكم ورحمه الله السلام وبركاته. عليكم. السلام عليكم.